سلافة معمار تبرر الجرأة وبانتظار من نشلة. لو ما شفتها بمحلها ما كنت عملتها. أنا ليش بدك تفيق؟ جمهور سلافة معمار هيشوفها في رمضان السنة دي في الجزء الثاني من حارة القبة. الحياة في الجزء الأول نجاح كبير بشخصية أم العز، وكان مفترض أن يكون في عمل تاني لسلافة في رمضان وهو مسلسل بيروت 303 مع عابد فهد ومعتصم النهار، بس اتأكد خروجه من رمضان 2022. وبالرغم من كده إلا أن سلافة متحمسة لي. خبرينا شوية هيك كيف نستعد لبيروت 303 وشو بتوعد الجمهور اليوم؟ هلأ بوعدهم بأنه بس يحضروا بيروت 303 رح يشوفوا شيء مختلف وجديد إن شاء الله، مثل ما دائماً يعني إن شاء الله يكون عند حسن الظن، بس حيكون فعلاً مختلف وجديد والحكاية حلوة وانطرونا. مين من بين زميلاتك الممثلات ناطرة كمان تشوفي شو قدمت أعمال تانية وتحضريها؟ هلا بعرف منى شلبي المفروض عم تصور شيء مع كاملة أبو ذكري، فحقيقة محمسة إني أشوف شو عاملة. وكانت سلافة تصدرت الأخبار من فترة وقت عرض مسلسلها على الحد قبل حوالي شهرين بشخصية ليلى اللي الكل انبهر بيها، بس في نفس الوقت قسمت الآراء حواليها بين مؤيد ومعارض. بارح مثل اليوم مثل بكرة، بلا في شيء تغير. كيف تلقيتي هذه التعليقات الإيجابية وبنفس الوقت السلبية؟ هلأ أنا كنت سعيدة بنتيجة العمل جداً بكل ما قيل عنه سلباً أو إيجاباً، أنا راضية عن النتيجة جداً وسعيدة بهذا الجهد المشترك من كل اللي موجودين بالعمل. هلأ فيه جرء المسلسل، بس يعني مع احترامي لآراء الجميع مو بالاتجاه الجرأة اللي نحكى عنه على السوشيال ميديا، بس هو فيه جرأة بالأفكار أكيد وبالطرح، وفي جرأة بمشاعر ليلى يعني بمشاعر الشخصية وكيف تم التعامل معها. يعني أنا بحب أحكي بهذا النوع من الجرأة أكثر. فالبعض شاف إن مشاهد ليلى مع عشائها وليد جريئة ويمكن مش في محلها. لو ما شفتها بمحلها ما كنت عملتها. هي المشاهد اللي هي ما فيها شيء عمليان، يعني هي مشاهد بسيطة جداً ومعمول منها كتير بالدراما، يعني هي مو أول مرة بينعمل هيك شيء. أنا أكيد بتفهم إنه يكون في ناس يمكن كان عندهم تحفزاتهم، يعني ما بعرف، بس أنا بلاقي إنه الشيء اللي المشاهد اللي انعرضت ما كان فيها شيء أبداً، كان إلا أكيد ضرورة الدرامية. وبعيداً عن الجدل فكان واضح للجميع قد إيه سلافة حبت الشخصية وتعبت عليها وتقمصتها، والبعض قال لها التفاصيل اللي اشتغلت عليها على الشخصية خارقة. أنا ليلى دفنينه سوا. تشبهني بمطارح كتير، أكيد مو بعد ما تحولت لقاتلة متسلسلة، بس تشبهني بمطارح بمعاناتها بالحياة كامرأة عم تكافح بالحياة، عمليا هي أم عازبة عم تخوض معركتها بهي الحياة وعندها صدماتها، ففي مطارح أكيد بتقاطع فيهم مع ليلى أكيد كامرأة. حياة صايرة يا قاتل يا مقتول،